في جوهر المبادرة تقريبا يلتقيوا مع مبادرة الاتحاد، مبادرة الاتحاد نحكيوا على مصارحة، نحكيوا على حوار، نحكيوا على طرح كل الملفات بالضبط للحوار، لكن اليوم نفس المبادرة استلقى تقريبا نفس الرفض من رئاسة الجمهورية باعتبار أنه الرجل عايش في كوكب آخر، الرجل معناها رافض كل مبادرات الحوار اللي تقدمت، ومش هما بركة اللي تقدموا، تقدمت مبادرات حتى من أساتذة القانون الدستوري، نحكي مثال على كريم الأستاذ القانون الدستوري اللي قدمت أيضا مبادرة، شخصيات حقوقية قدموا مبادرات، هيئة المحامين قدمت بمبادرة، لكن تعدد المبادرات لا يعني حل حالة الأزمة بقدر ما يعني أنه ثم وعي من النخبة بضرورة حل حالتها. ساخنت فيها أول حاجة، يلزمنا نفرقوا ما بين المضمون نتاع المبادره وبين موقف رئاسه الجمهوريه المآل نتاعها المحتمل. نعم. هل فيما سي محمد القوماني تفضل بذكر فهمتني الان ونقل فهمتني للمشاهدين على المبادره الافتتاحيه بكل امانه وهانوا يحبوا يثبتوا عليه كلامه يمشوا هاني مبادره فني قدامهم كان ثم فيها فني حاجه فني غلط يفضحونا اللي نحن فني غلط وفني فيهم. هل فيها ما يشين؟ هل الكلام هذا فيه ما يعيب؟ هل هذا في حاجة في ضد مصلحة البلاد؟ هاو الناس كل فني كانت تسمع حتى اللي ما عندوش متي علم هاو اليوم ما سيدي في جسمه فيه انحياز هذا فيه انحياز بين شنو البديل اللي تحبوه؟ شنو البديل اللي تحبوه؟ إذا كان انتم مفروض ما تحبوش انت مبادرة على المبادئ اللي دعا لها الاتحاد ولا على المبدأ اللي دعا له المجموعة في النهضية شنو البديل اللي تحبوه؟ وين تحبوا تهزوا البلاد؟ هما قالوها الكلام هذا في الخاتمه يقولوا اما خلاف هذا التمشي فلن يزيد اوضاع البلاد الا سوءا ويعجل لا قدر الله بانهيار كل مقومات الدوله ووضع تتحملون حينها امام الله وكذا مسؤوليته. دونك اذا اليوم واحد من البدائل وانت علق ما انا قلت لك سيعمر اصحابه اللي هو صحفي معروف ومعلوم واعلامي لم يعد ينفع لا نداء جنرالات ولا حوار وطني. والحل كما قلت في فقرة أخيرة في مقاله اليوم في الشارع المغاربي الحل هو الرئيس يقود ثورة شعبية. تو بالله الكلام هذايا حتى حضوع كما جماعة الوثيقة بالضبط تقولوا في كلام غير قابل للتحقق. كما برشا ناس حكيت لنا على الثورة الشعبية دي نتاع في 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 1 جوان الماضي وفي 14 جانفي وفي 17 ديسمبر في شنو وتبين اليوم كعبتين وكعبة. حكاية فارغة ما شكون اليوم قادر في الشعب لو التونسي معناها غاضب ما هوش عاجبه الأوضاع مكوي عنده الحق ولكن الشعب التونسي أيضا عارف اللي السلم اللي بقوسين معناها اللي بتحقق في بلادنا وحل المشاكل بالضغوطات السياسية المختلفة أفضل من الحرب الأهلية والخروج وتقول لي أنت عندك شارع وأنا عندي شارع وشكون جيب يجيب الأقوى. هذا هو إدارة التوحش اللي حكيوا عليها الجماعة اللي يحكي بالمنطق هذايا المنطق الأخرق اللي يحكي بالمنطق الأخرق هذايا تقصد في عمر صحاب اي نقصد في عمر صحابه ما شكون نقصد اللي يحكي بهالمنطق الاخرق هذا ونقصدني في عمر صحابه ومثله ممن لا يستحون ولا كلهم ثوراجين تو ولا كلهم تو في ثوار في كذا هالفوضى اللي تحب تعملها شنو الثمن نتاعها هالثوره هذه بين الظفرين اللي تحب تعملها شنو الثمن نتاعها هالناس اللي تحب باش تخرجهم تدعو للعنف انت تدعو للعنف انت تدعو للاحتراب انت تدعو للاقتتال ما بين التوانسه مع حاله الاحتقان والغضب اللي موجوده فهمتي عند الناس وين تحب تهزنا اليوم هالوضع على علاته هالوضع على علاته ناس ولت بلديه لعاد محترمه قانون لعاد محترمه في حقوق لعاد محترمه مؤسسه امنيه ما عاد محترمه فهمتني حتى حد. اليوم القتل في تونس على اتفه فهمتني حاجه. الجرائم نتاع السطو، الجرائم نتاع الاغتصاب، الجرائم نتاع الفرار، عندنا نهارين بركه فهمتني عندنا زميله معناها فهمتني تاكسيست معناها فهمتني لو كان مش لطف ربي فهمتني بها حاول انه فهمتني باش واحده، حاول انه فهمتني باش يهرب بها فهمتني الطفله. وفي ظل هالتفكك فهمتني هذايا وشوف نحن فهمتني معناها ايش قاعدين نقاسيو. اي غدوه اذا كتولي حال فوضى فهمتني عامه. شكون باش يدفع الثمن؟ بالك باش يدفعوا السيد هذايا ولا الناس اللي عنده فهمتي الامكانات غدوا فهمتي باش يمشوا لاي بلاد اخرى ويخلوا فهمتي اهل البلاد فهمتي في البلاد. مانا نحن الوقود نتاعها. نعم. كي باش تدخل العباد في العنف والعنف المضاد وتصفيه الحسابات وكيف يسيل الدم. شكون باش يدفع الثمن نتاعو؟ شكون باش يعاود يقيمها وقت البلاد؟ شكون باش يعاود يهزها فهمتي البلاد؟
دونك انا فني ظهر لي فني فرصه توا. نحن قبل كنا فهمتني نجاملوا فني بعض فهمتني من الناس نقولوا فهمتني با عندهم شويه فهمتني رصيد ديمقراطي عندهم شويه فهمتني كذا في وقت فني من الاوقات كانت عندهم مواقف فهمتني ضد فهمتني الاستبداد الى اخره. هي لكن العباد هذه ظهر فيها فهمتني هترت كان عندها مراهقه فهمتني ثانيه. ناس قاعده تعيش في مراهقه فهمتني ثانيه.